مع بداية الأسبوع بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في، وبالبداية دايما بنبلش مع المعلومة. بداية وزارة الاتصالات المديرية العامة للبريد في بلاغ حمل الرقم 2/1 أعلنت أنها ستضع في التداول بالتنسيق مع شركة ليبون بوست الطابع البريد التذكاري لذكرى ميلاد المهاتما غاندي 150 من فئة 1000 ليرة وعددها 30,000 طابع بتاريخ 30 أيلول 2019. وأشارت إلى أنه يجري بيع هذا الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ وضعه في التداول. عندنا شيء تاني كمان بالمعلومة، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أصدرت بيان بتقول فيه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات من أمام أفران لبنان باتجاه جسر خلدي المسلك الغربي من الساعة 10 لغاية الساعة 5 من فجر 17 أيلول 2019 ولغاية 20 أيلول 2019. هالأعمال ستؤدي إلى منع المرور طيلة فترة الأشغال وتحويل السير خلف سانتر سالم باتجاه خلدي. أكيد يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444 بياخذ أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ تفضلي مدام. بدي أحكي مع مدام رابك إذا بتريدي. إيه تفضلي. تفضلي. يلا. بخصوص المطارات حبيبتي. نعم. منطقة البقاع. نعم. عم يخضع على 5 أمبير 100,000. نعم. 100,000 عم يخضع على ال 5 أمبير، مش حرام؟ وين؟ كل واحد عنده عائلة وفي مدارس وفي مدرسة. مدام وين كتير. وين بالبقاع؟ بدورس. دورس. نعم. يعني انت شايفه انه كثير يعني كان في قطع كثير كهرباء؟ لا 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 لا، قالوا من وقت ما حطوا الموتير عم ياخذوا 100,000 على 5 امبير. شكيتي للبلديه؟ سالتوا ليه؟ ما حدا سال، لانه هونيك بتعرفي شو الوضع. ما بيسالوا حبيبتي هونيك، الوضع لهم هونيك. طيب خلينا نشوف. حرام، انه حرام على 5 امبير 100,000. أنجا ياكلوا يشربوا فوق. وانا لقلك انا ببس كنت دفعتها كمان 5 امبير 100,000. ما بعرف انه لانه انت بتعرفي هلا التسعيره في يعني صارت مؤلفه، مش بس فقط انه المازوت، في كمان قضيه في رسم معين اذا 5 امبير قد ايه، اذا 10 عرفتي. هلا قديش كمان صار في قطع كهرباء، بدك تشوفي قد ايه في قطع كهرباء. بس كمان بالبقاع او بالمناطق البعيده بيزيدوا كمان شيء اسمه، لانه التمديدات بيبقى كثير بين بيت وبيت، لانه البيوت مش كثير حد بعضها. هلا انا ما بعرف بدورس اذا عندهم هالشغله هي. فيكي كمان تتواصلي مع وزاره الاقتصاد وتقدر تقولي نحن انه ليش 100,000 مثلا، بيقدروا يحكوا مع صاحب الموتور بيوضح ليه. بياخذ اتصال ثاني. الو. الو. اهلا. الله معك مدام. اهلا. وحياتك مشان تعاونيت الموظفين. ايه نعم. والله العظيم محروقين، مش عارف بعد قصة البدرسة تبعوا السنة الماضية ما دفعنا. والله معك حق. وبدنا نسجلهم كمان، حتى عندنا أولاد برا عم يتعلموا برا بكندا وبفرنسا، كمان بدي يسجلوا حرام بالجامعات، قطعوا على الفيزا وعلى الماستر كارد، بتعرفي هو بيكلفوا بلاوي. 100%. لك مش عارفين ليش وزيرنا ما عم يحول لوزارة لتعاونية الموظفين، شو السبب؟ يعني هل ما فيش مصاري ولا فين يشتروا غير شيء؟ ولا شو بدنا نعمل يا عمي؟ مش معقولة هيك. لأنه صديقي مش بس المنح واقفة، حتى تعويضات الصرف، في شغلات كتيرة، في لا سمح الله لما بيتوفى حدا كمان ما عم ياخذوا التعويض، يعني في تأخير، وهيدا التعاونية كانت سباقة دائما. يعني هذا الموضوع أنا رح حاول أسأل رئيس المدير عام التعاونية الدكتور يحيى خميس، لأنه يعني أنا عم يجيني كتير أمور بموضوع التعاونية مفروض يوضحها، وما بعرف ليه المالية إذا قضية مالية مش عم بتحول، يعني خليني تبعها، لأنه صار جايين كذا سؤال عن التعاونية صراحة، منهم المنح المدرسي تبع السنة الماضية.
كمان باخذ اتصال. الو مدام ربيكا. نعم تفضلي. معك مدام تشيكني بحي اليسوعي بجوني. نعم. بالألبين القدسين قلنا 3 سنين نشكي ما عم نقدر قوني مش انتم مخصكم. مارق ونش قطعونا الكابل تبع البناية كان ثابت أول العتمة. إجا واحد من السياني الله يطول بعمره شاب بحرام لما عو سيبي ولا شيء وصلنا الخط بشرطتون وين حطوا على البلكون الحديد عند جارتي إلا 3 سنين ودوا خبر للشركة راح صاحب الملك وحياتك الله لا يوافقوا لي بديش أعطيك اسمه أخذ 135,000 منه وعشان بيجي بيعمل الخط قال له ما بيأثر خطر هلا راح الشرطتون عن الكابل بكره جاي ايام شتي بيعملوا لها قصه بالبنايه طيب. ما عم يردوا علينا لا بشركه الكهرباء ولا بالصيانه طيب. هيدا الله قالها انا رح اقول لك شو رح تعملي شو بدي اعمل هلا اني تركي لي رقمك مع دوريس لارجع اخذ منك اسم البنايه وين وانا بحكي مع شركه الكهرباء بس اتركي لي بس عنوان تعرف بنية مين ما بدك تقول على الهواء بدك تقولي لي اسمه ما تقولي لي بس بهمني اعرف بنية مين حتى بس احكي مع الكهرباء يرفعوا الضرر عنك قبل الشتاء اجمالا ما حدا بيمسك الكهرباء الا موظف الكهرباء يعني صراحه هذا الشاب العيوق يلي كان عنده هالنخوه هيدي مشكور اكيد لانه ما فيهم اذا نطروا الكهرباء وما اجت مره واثنين وثلاثه بيضطر بالنتيجه بدهم كهرباء انه وصل بشرط التون بس على الكهرباء اساسا شركه الكهرباء هي تشوفها وهي ترجع تزبطها بس انا ما بنصح حدا يمسك الكهرباء الا عمال الكهرباء اللي هن معنيين بصيانه يعني الفنيين بالكهرباء هلا بعتقد بيجون هن البيوس نحن راح نبلغهم بهذا الموضوع بكل الحالات بأخذ اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا. تفضل. صباح الخير ست ريبيكا. صباح النور. وحياتك بدنا نحكي بالنسبة لأجيره من شي 4-5 سنين مقدم طلب إدخال شبكة. طلب. في بيت الشعار. إدخال شبكة. إيه يعني 5 متورة بيننا وبين التليفون بوكس التليفون. أوكي أوكي. وبعد لهلا ما ركبوا لا لا ما فوتوا الكابل ليركبوا علبه بعدهم وكل يوم برجعهم وهيك رقم الطلب 58,750 و751 اوكي عندك تاريخه يعني بال2014 تاريخه بالضبط ما طيب اوكي طيب نحن رح نراجع فيه يعني عنا رقم الطلب بنشوف هيدا شو وضع هيدا الطلب كمان اتصال الو اهلا انا بعد ناطق بحارة الصخر ما تلبتيني على التليفون ايه لانه كان معي خطين تفضل طيب يلا هلا قول شو عندك هلا عم تحكي معي تفضل مين عم تحكي ريبيكا ريبيكا عم تحكي ايه من شاي على التلفزيون مش عم تحكيني معي بس عم بحكيك عم بحكيك لك وعم تدلي اصبعك عم تحط لي اصبعك انت عم بحكيك هلا حكيتك من شي جمعتين ايه؟ في عندي ايجار للام تي سي ما دفعوا لي قالوا 6 اشهر بعد ما جاوبوني ما جاوبوني ليه ما دفعوه بعد الاجار ما عندي جواب ما عندي جواب نو لهلا ما عندي جواب رح ترجع تكرر لنا يعني تكرم عينك تكرم عينك حارة صخر كمان اتصال صار بدها حلقة عن أجيره لأنه عندي كتير كمان اتصالات أعطال هاتف وأعطال إنترنت يعني عم يتأثر الإنترنت بالهاتف وما بعرف ليه في تأخير بتلبية طلبات الناس باخد اتصال ألو ألو أهلا بونجور بونجور ألو تفضلي بونجور بونجور تفضلي بس بدي اقول لك هلا في مشكله على خط الشام نعم هلا عملوا الاوتوستراد على اساس يفتحوا الطريق قدام العالم يعني أوكي. المشكله وين انه عم بيوقفوا سيارات هالتاكسي كلها على دوار السياد والباسات تبقى العجقه لنص الحزميه لفوق كلها يعني نتيجه العجقه اللي عم بتصير على اول دوار السياد لا بيكون في دركه ولا في حدا ولا حدا مسؤول كل مين ايده له اوكي تقريبا على وقت الذروه يعني الصبح وبعد الظهر طبعا
صبح يا صبح. يعني بدك تنزلي الاولاد على المدرسه بتتاخري 3 4 ساعه لانه في ناس موقفين جوا بالبنايه على اليمين على اخر دوار السياد قبل بيسك. يعني عم بقول لك شيء منه طبيعي. طب اللي بيوقفوا التاكسيات ما بيوقفوا على خط خط دوار السياد اللي هي مفتوحه للعالم، يعني هيدي بدنا محل خاص لهم. هذا لا في دركه ولا في وينهم الدرك وين ال خليني اشوف مع السير اذا بلديه الحزميه ولا الدرك، خليني اشوف بلكي بتتنظم شوي خصوصا هلا مع بدايه المدارس. رح احكي مع بلديه الحزميه حتى اشوف هي يعني كيف عم بتنسق بهذا الموضوع على دوار السياد. اهلا وسهلا فيكي، في اتصال؟ الو. بما انه عم بحكي عن عجقه السير خصوصا ببيروت، لما حدا اتصل فينا قدام الاي سي انه عم بيصير في كتير ضغط سير، يعني الناس ما عم تقدر تقطع. نحن حكينا السير ببيروت اللي فهمناه انه اعظم، يعني معظم الناس اللي عم بتحط اولادها بالاي سي ببيروت بيجي شوفر او بتجي الام او بيجي البي بيوصلوا ابنهم او بنتهم بضموا ناطرينهم، يعني ما بيروحوا بيرجعوا بيجي الظهر لياخذون او على وقت الخروج بيقعد بناطرينهم. شو بيعملوا؟ صفين صفين بقى، ما عم بيحاولوا كتير يقنعون انه او في شغلتين، يعني حلين عم بيحاولوا يعملون. حل ينحكى مع الاي سي لانه عندها هي باركينج داخلي، اكيد هيدي للاوتوكارات اللي عندها، بس بتقدر تترك مساحه مثلا للناس اللي عم تقعد كل النهار تنطر اولادها تما ينطروا على الشارع ويسكروا فيهم يفوتوا على الباركينج. عم ينشغل مع الاداره بهذا الموضوع. بس انا اللي بدي اقوله انه هيدا خط عام، يعني هيدا طريق عام، خط عام أساسي، ما في الواحد يصف صفين، ما بيقدر يصف صفين حتى ولو في حدا بقلب السيارة، لأنه إذا ما في حدا بقلب السيارة بينعمل زبط، لما يكون في حدا بقلب السيارة ما بينعمل زبط، بس عم بتعيق الطريق. هي طريق رئيسي، انسياب السيارات عم بيكون ضاغط من ساعة دخول المدرسة ساعة الخروج، وما في طريق تاني، يعني بدي يروح على طرقات فرعية الناس، بس هيدا طريق حيوي كمان. يعني يا ريت الإدارة مع الأهالي بينسقوا شوي بهذا الموضوع ويساعدوا شرطة السير والدرك يعني معنيين بالسير حتى تتسهل أكثر الأمور. هلا أكيد أخدين إجراءات كمان بغير مدارس، أنا حكيت عن الأي سي لأنه إجت الشكوى من الأي سي، بس أنا بعرف إنه كمان عم بيصير في تنسيق مع كتار من المدارس ببيروت، بس موقع الأي سي حد الجامعة الأمريكية، يعني في 3 مدارس وجامعة حد بعضهم، من هيك عم تضغط أكتر وعم بيصير في زحمة سير أكتر. باخد اتصال. ألو ألو ألو، تفضل. I've been living in United States for 45 years. Okay. And in my land here, I have a motor. Okay. I went to the Baladiye. Okay. And Luli, he have the right to put the motor anywhere he wants. Okay. هل مكتوب بقانون يحق لأي موتور يتحط في أي أرض؟ أرض خاصة. يسكن على الناس. هي your land؟ يعني هيدي أرضك أنت ولا أرض؟ لا، ورثانة من وراء أهلي. أوكي، لألك يعني، هذا ملك خاص عندك. أرض خاصة هيدي. أوكي. إحنا عندنا وصية. نعم. مكتوب بالوصية شو فيه. أوكي. الواحد له أرض. أوكي، ما سألوك إنه بدهم يحطوا الموتور عندك بأرضك؟ هلا سألوها للمرحوم الوالد. نعم. هلا I came from America بس الموتور بيضلوا داير من ساعة ما نعطي الكهرباء لضوء الكهرباء. أوكي، بأي منطقة؟ فلوغة. بفلوغة. طيب خليني اشوف مع بلدية فلوغة، وانه الواحد اكيد اذا حاطت موتور بارض الغير بارض خاصة بده يحترم، وين ما نحط المولد الكهرباء بده يحترم اكيد الشروط الصحية والشروط العامة، هذا بالمبدأ. والمبدأ الثاني انه اذا بارض خاصة وما عاد بدهم اصحابها كمان، هون البلدية بتقدر تأمن لصاحب هالمولد هيدا. بدي رح ساعدك، احكي مع بلدية فلوغة بهالموضوع، بس بدي أعرف وين، يعني يا ريت بتعطيني، إذا ما بعرف جورج إذا بعده معي على الخط، بس عندنا رقمه. أوكي، بنرجع نتواصل معه. فاصل ومنتبه. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. ألو ألو، يا رب. أهلاً. يلا حبيبتي، شو عندك؟ تفضلي مدام، تفضلي. الو. تفضلي. الو مدام ربيكا. نعم تفضلي.
نعم. وحيد عيني كان بشكوى بخصوص الضمان. ايه. هالضمان اللي 10 أشهر مقدمة لشهر الجاي لقبض. ومقدمة ورقة تانية كمان من 7 أشهر لـ 22/2/2020 هذا الله بقوله. وين مدى بأي فرع؟ فرع مدارو. يعني بهدلة وكل ما زلنا وطلعنا بنحط نص نجار طريق. وأنا مرة ما عندي معيل يعني. لا هذا شيء مش طبيعي. بس أنا بسأل يعني ليه برش حمود لحاله معه الأيزو ماشي الحال؟ ليش مش كل فروعة الضمان مثل ضمان برش حمود؟ ليش شو الغلط؟ شو الناقص؟ شو مش قادرين يعملوه بغير فروعة؟ يعني هذا السؤال دايما بحب أسأله. يعني المواطن يلي بده يجي معك حق، أنا ما رح أخرك على التليفون. نعم. ما بعرف ليه في تأخير. هن بيقولوا التأخير لأنه ما عندهم ناس كتير تشتغل بالفروعة، عرفتي؟ وممنوع نعم التوظيف. نعم. ما عم بيلحوا على الفوتير، هي هيدي دايما الحجة. بس مش ممكن واحد يعني ينطر فاتورة سنة طيقبضها، بيكون يعني ما هو فاتورة ورا فاتورة ما عم تتراكم. طب المواطن كيف بده يشتري الدواء إذا كان دواء كمان بانتظام؟ ما حدا بيقدر ينطر سنة حتى يقبض فاتورة والفوتير التاني يعني كل فاتورة سنة. هذا شيء مش طبيعي. معك حق. هلأ بدي أسأل ليش بعد في تأخير من سنة لهلأ؟ حضرتك ضمان عادي مش ضمان اختياري، ما هيك؟ بعدك قطع الخط. بأخذ كمان اتصال. ألو. ألو. تفضل مسيو. بونجور مدام ربيكا. بونجور. بدي أعزبك، أنا موظف بشركة. نعم. إلي 10 سنين، إلي 9 سنين ونص مثبت فيها. نعم. بس هلا صاحب الشركة عم يقعدنا بالبيت، نحن المثبتين كذا واحد يعني، لا عنا فرص سنوية، لا عنا شيء، والسوري والغير اللي كذا أجنبي عنا بالشركة، هن عم يشتغلوا ونحن قاعدين بالبيت. طيب قاعدين بالبيت ليه؟ يعني ليش مش عم تشتغلوا؟ عم يبعتكم معاشاتكم آخر الشهر؟ لا ما كله مخصوم علينا، حساب ما عدنا على حسابنا نحن. اشتكيتوا لوزارة العمل؟ أكيد لا، بس ما وصلنا لهون. خلي يكون في شكوى لوزارة العمل، تبعت تفتيش. مفروض تبعت تفتيش لأنه القرار. كذا مرة تحكي معه بيقول لي هلأ ماني فاضي مشغول ما تنسوا بحدا. لخبرك شغلة، وزير العمل واضح يعني لما أخذ قرار بموضوع الأجانب يشتغلوا الأجانب كان واضح في محدد العدد أول شيء. اثنين، مش بكل الأشغال في حماية للعاملة اللبنانية، والقرار ما طلع من زمان وكلنا تابعناه ورديت الفعل واللي بدك إياه. بس اليوم أي لبناني مش معقول هو يكون قاعد ببيته ويكون في أجنبي عم يشتغل محله وهو قاعد ببيته ما عم يقبض معاشه. هيدا الشيء مش معقول. هيدا لازم وزارة العمل تعرف، بيروح التفتيش وبياخد قرار لأنه القرار ماشي، يعني في قرار، هيدا قانون العمل اللبناني. يعني إذا حضرتك وكم موظف عندكم نفس لك بتروحوا على وزارة العمل بتعلموا أو بتبعتوا كتاب للتفتيش، بيروح بيعمل تفتيش وبيعمل ضبط، لأنه عم بيصير في دوريات، يعني دوريات أسبوعية يومية لوزارة العمل، مريت كبسات مريت بناء لشكاوى وبعدها مستمرة، وكل يوم عم بيعملوا ضبوطة وعم ياخدوا قرارات وإجراءات. استفيدوا من هذا القرار وفعاليته، لأنه أنتوا يحق لكم أنكم تشتغلوا يا يصرفكم يا يعطيكم تعويضكم، بس بهيدي الحالة لا مش مسموح. ما إلك إلا هالحل هيدا هلأ. كمان اتصال. ألو. أهلا تفضل. نحكي مع مدام ربيكا. معك تفضل. أنا معك تفضل. بدي نحكي مع مدام ربيكا. معك تفضل. نعم. شو عندك؟ بدنا نسألها بخصوص وزارة المالية. ايه. نحن لوات المسلحة بالجيش وكل لوات مسلحة وقفين المساعدات المرضية لهم أكثر من 10 شهور. إيش؟ وما يعطونا أبدا، بس العسكري اللي أخذوه للسلسلة خلصنا منها، والمعاشات بلد أشوف فيها. طيب لما جيت نتحكم بس كعائلة شو هذا ومعاين؟ وأنتوا هيدي الأولوية كمان، إذا لا سمح الله واحد مرض شو بيعمل؟ ما هذا السؤال عم نجيب. هلا شيء على العسكري بده بالشهر 200,000 أدوية 100%. عم نقدم فيه مساعدة مرضية منضية من
الصيدلية العسكرية وقفوا لنا اياهم لهم سنة. إذا جينا قلنا أبو لا مش معقولة، نحن ما قطعنا الغذاء عن الجيش، ونحن مش قاطعين عن الدرك، ولا قاطعين عن القوات المسلحة، مش قاطعين على حدا، بس الواقع شيء والحكي شيء تاني. نحن رح نشوف شو القصة. أهلا وسهلا فيك. يعني غريب، لا عنا تقاعد ولا معنا ضمان شيخوخة، والمتقاعدين هن بحاجة أكتر من الشباب يلي عم تشتغل اليوم، لأنه هيدي سلسلة بتدور. الشباب بتغذي طبعاً وطاقاتها، وكلنا بدنا نكبر وكلنا بدنا نتقاعد. طب ما هيدي سلسلة نحن بس بحاجة لإلها، ما منلاقيها. طب ليه نحن هلأ بحاجة لإلها؟ غريب. كمان اتصال. ألو ألو، ايه تفضل. كنت عم بحكي معك من شوي وقطع الخط، والحمد لله الدولة المحترمة. عم بحكيك من فلوغة. ايه اللي شو عندك؟ شو بدك تضيف؟ بدي اعرف اذا في قانون يحق له انه ينحط المطار وين ما كان. لا لا اوكي، انا بدي اطلب البلدية يعطوني كتاب بكرة. اوكي، تقول لك شغلة، يمكن الوالدة الله يرحمها سألوها وسمحت لهم. ما بقدر اعرف اذا سمحت لهم شفهيا او في كتاب موجه لها، بس بتضيع اجمالا بيتمنوا انه ستنا في مانع نحط الموتور عندك، يعني بتصير بالموليه بتضيع. عرفت؟ هلا حضرتك، هلا انت حضرتك عم بتتابع الموضوع، فيك تتوجه للبلديه تقول لهم هالموتور موجود بارضي، هل هو شرعي؟ يعني مين 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 سمح؟ اذا الوالده سمحت نحن ما بقى بدنا، معكم مهله جمعتين تحكوا صاحب الموتور يشيله. تقدر تعمل هيك، ما حدا بيقدر يتعدى على الاملاك الخاصه. ما حدا بيقدر يدخل على ملك خاص بدون إذن أصحاب الملك. صورة اليوم نشوفها سوا. غريبة من نوعها ولكن حقيقية، منا هيك صورة. الرئيس الفلبيني بيسمح للمواطنين الفلبينيين بإطلاق النار على المسؤولين يلي بيطلبوا رشوة. تصوروا عنا بلبنان كل مواطن مدروع على إدارة، إذا بيطلبوا رشمة بيكون معه برودة مثلا، يعني هيك هيك، خلي هيك الصورة تكون أمامنا. بيبقى حدا بالإدارات يمكن بينعدوا على الأصابع بكل إدارة، لأنه الحمد لله في بعض ناس موظفين بالإدارة العامة بالقطاع العام بخدمة الناس، ولكن قدي في عالم رشوة بتسبق الخدمة. بقى هيدي فكرة يعني اللي بعتوا لي إياها على فيسبوك الحل عنا، قال هيدي قديش مين بيبقى بلبنان؟ هيدي هيك كان التعليق. انا بقول تصوروا كل مواطن هيك، اذا كل واحد هيك امامه بيشوف اذا بيطلع هالقرار، ما بعرف شو بيصير مجازر بلبنان. يمكن انا رح اعطيكم موعد بكره دائما عبر الحل عنا MTV. الى اللقاء.